قبل ما نبلش في واجهة البرنامج حابب نحكي فكرة معينة بسيطة يلي هي الألوان اللي كتير بتهم نصمم الجرافيك بأي مجال، إن كان بالطباعة ولا بمجال التصميم السوشيال ميديا وإلى آخره. تمام، هلا راح نشوف في عندنا اليوم نوعين من الألوان اللي هن الـ RGB والـ CMYK. الـ RGB هي أساساً ألوان سابقاً من زمان كتير في شيء اسمه شاشات sRGB، فهدول كان الألوان على الشاشات القديمة، فانتقلت الألوان هلأ حالياً اللي أصبحت الشاشات اللي هي RGB. تمام، فـ CMYK الفرق عنا عن CMYK هي إنه CMYK بتستخدم للطباعة، تشوف بالطابعة بالمحل حابة والجرين والبلو لما تشكلهم. في شي هون بس الموقع عبارة عن color.adobe.com، بنفتحه تطلع لنا دائرة الألوان هاي، وفينا نختار مجالات كتير. عندنا الانالوجز او انالوج كويس، شيء مماثل يعني، شيء الالوان المماثله يعني. فينا نقول انه مثلا هذا اللون البشري، تمام، شيء مماثله مع الالوان، شو بتناسب اكثر شيء مع الالوان. المونوكروماتيك اللي هو شيء اسمه احادي اللون، تمام، يعني انا لون واحد واعطيني الالوان المشابهه له بحيث انه كلهم يطلعوا لي شيء بيناسب بهالالوان. يعني انا مثلا اخترت الاصفر، شايفين كيف؟ فطلع لي هو هذا الاصفر، خلينا ناخذ هذا الاصفر او الاخضر، خلينا ناخذ الاخضر. شوفوا كيف اعطاني اللون الاخضر الفاتح والغامق بنفس الوقت، شايفين كيف الالوان هيك كلها متناسقه مع بعض. تمام، شيء اسمه تريد، انتوا هدول جابوهم اكثر شيء بتشوفوه مناسب. تمام، كومبلمنتري شيء اسمه مكمل، يعني شو اللون المكمل للون الازرق بيطلع عندك هذا اللون. تمام، في شيء الوان للهيكس، شوفي الوان البنفسجي، شوف اللون المكمل له. تمام، هذا اللون المكمل المنفصل يعني فينا نسميه. تمام، هذا الدوبل يعني هذا كمالة الثاني بس هذا دوبل. السكوير هي على الدائرة اللونية، وكومباوند شيء تجميعي انتم بتشوفوه. الشيد يلي هي الظلال، يعني انا مثلا استخدمت هذا اللون الحرف البي، تمام، شو الظل المناسب معه اللي ممكن اقدر استخدمه. تمام يا جماعة، المرجع الثاني هو كولم هانت. كولم هانت من أهم المواقع كمان، بسموه حتى الويب ديزاين، ويب ديزاين يعني مصممين مواقع الويب، كتير جميل، بيعطيكم الوان الهيكس اللي هي عباره هون هلا حنشوفها بالقائمه بالفوتوشوب اللي حنضيفها. تمام، وشو الالوان مترابطه مع بعض، شايفين ما احلاهم، يعني مثل كانه اسمه بسموهم بالمطابع مسطره. تمام، مساطر يعني مسطره الوان، او بالدهانات لما بدي اروح على محل دهان او اي شيء، اللي اعطيني المسطره، فرجيني المسطره شو الالوان المناسبه للحيط او للغرفه اللي انا بدي اشتغلها. تمام، الصوت واضح عند الكل، في اي شيء؟ الصوت عم يقطش تقريبا، اكتب لكم ياهو، اكتب لكم ياهو color .adobe.com. الموقع الثاني، تمام،
هلا بقى الكل فاتح فوتوشوب، الكل فاتح فوتوشوب عنده صح؟ واجبنا هدول مرجعين كتير مهمين للألوان، ممكن تستخدموهم دائما في مواقع كتير، ممكن تبحثوا عنها على جوجل، بس هدول أكثر موقعين مشهورين بستعملهم أنا، حتى بستخدمه بدي أعمل أي تصميم أو تصميم لوجو معين أو أي تصميم بوستر. تمام، طيب رح نطلع على فوتوشوب. جاهزين يا جماعة؟ هي بنا بعتقد الملفات ما عم تظهر، في مشكلة يا أما مشكلة طاقة النت. طيب ما في مشكلة، طيب رح نرجع على الفوتوشوب، رح نفتح هلا هي النافذة اللي حكينا عليها المرة الماضية، حكينا إنه هون لما بيستعمل أي مساحة معينة سنتيمتر للطباعة، إذا حبيت تشتغل شيء سنتيمتر للمقطع. تمام، البكسل أكثر شيء بيستعمل للتصاميم السوشيال ميديا. تمام، هلا مثلا أنا حأفتح مساحة عمل، ما حأفتح مساحة عمل، حأفتح صورة. تمام، وفاجيكم شغلات تانية، أو إذا بتحبوا تعالوا خلينا نشرح عن كولر مود. شفتوا كيف؟ أنا مثلا أنا في عندي هون اخترت المساحة المناسبة، بعد منا الريزولوشن المناسب اللي هي مثلا مخصصة للويب 72 جيدة، 300 جيدة، بس حيزيد معكم الدقة اللي هي حكينا عليها المرة الماضية، اللي هي دقة الصورة اللي احنا حننشر. هون الكولر مود لما مثل ما قلت لكم عليها الباسكس هي ابيض واسود. عم تسمعوني؟ الجرافيكال هي ابيض واسود. في عندنا سي ام واي كي كولر. البيت ماب ما كثير بنستعمله اللاب كولر، بس يفضل خلاص خلينا على الار جي بي كولر والسي ام واي كولر. تمام، هلا هون انا بدي استعمل تصميم مثلا معين للشاشه، فبختار سي ام واي كي، عفوا الار جي بي. تمام، هي الباك جراوند كونتنت، يعني هلا الخليه اللي حتفتح لي او الكانفاس يعني حتفتح لي او تحت العمى حتكون خلفيتها بيضاء، بدك اياها تكون خلفيتها سوداء، ولا بدك اياها تكون محدده لون خلفيه معينه، ولا ترانسبيرنت يعني انه تكون خلفيتها شفافه. تمام، يعني ممكن تكون خلفيتها شفافه او لا، او ممكن قاصه. انا قلت له اياها خليها بيضاء هون عشان انتم فيكم تشوفون اكثر شيء. هون بقى شيء اسمه كلر بروفايل، هدول من ادوبي، هدول اللي حكينا عليه، حكينا على فكرة انه ال sRGB الشاشات القديمة. في كتير الوان بيكسل، ان شاء الله البيكسل كتفاصيل معقدة كمان ما حنحكي فيهم، بس هلا هدول الشغلات اللي موجودة هون عند الشاشة بنستعملها أكثر شيء. أي ملف أو شيء. هلا هون عملنا كيت أو فيزا. هاي بانلز اسمها أدوات، وهي واجهة قوائم. شوفوا هاي الأدوات، أنا شوف كيف أنا بقدر أحركها وين ما بدي، بقدر أنا أعمل مساحة خاصة فيني من هون لما بدي أنا. نتورك ديسكونكت. طيب تسمعوني يا جماعة؟ كل شيء واضح عنكم؟ شيء صعب كذا؟ ألو، كل عم يسمعني صح؟ ممتاز. تمام. هلا أول شيء مسحت ونشتغل على الاختصارات، كثير مهمة الاختصارات، لازم تكون شغالة عندكم دائما وبتسرعكم
تبعكم. لو مثلا انا فاتح النافذه تمام، بينتقل للنافذه اللي بعده او هي الموجوده اللي هون. فالاختصار لهذا الشيء هو كونترول، كونترول تاب. ففي عم تنقل النوافذ تمام، هذا الشيء هون. بس فيني حبك هي جيبها لهون، بس لما اكون حدد على هي مساحة العمل او الملف تمام، بدي انتبه هون لانه انا صرت اشتغل على اللايرز تبعه تمام، وهون نفس الشيء تغير معنا. طيب رح نرجع لمحلهم، نعم بدل بيناتهم تمام. كنترول تاب حتى تبدلوا بين، اذا كنتوا فاتحين اكثر من ملف تمام. يعني اذا مثلا فتحت صور بدي انزل صور مثلا، راح اخذ هدول صورتين تمام. فتحت التصوير عندي تمام، وحبيت أقلب بيناتهم، طب لاقي كل الصور موجودة تمام. أوكي أنا سحبت هاي لهون، أنا حبيت إني آخذ هالصورة مثلا أنا أحط هاي مساحة العمل اللي أنا بشتغل عليها. فالأداة اللي أنا بشوفها الناس اللي هي موف تو اختصارها كونترول تاب. تمام ايه انستي كنترول تاب، التاب موجود فوق الكابس لوك والشيفت والى اخره تمام. كنترول تاب اوكي. مثلا انا حبيت اخذ الصوره واجيبها على هي مساحه العمل، ففي شيء اسمه اداه الموف تول اللي انا بقدر احرك الصورة كيف ما بدي تمام. بس هلا انا ليش ما قدرت احركها؟ لانه هي اساسا الفوتوشوب قافل لي اللايرز تبعه. فانا لما بدي اضغط القفل تمام، بتصير في عندي مساحة اني اقدر احركها لفوق. هلا باخذ هالصورة وجيبها على السلايد الثاني او مساحه العمل الثانيه، نسكر هالصوره مثلا خلصنا ما في داعي لها، نرجع هي لهون الصورة. طيب انا طلعت صوره كبيره، شو بعمل؟ يعني انا بدي اياها تطلع على قد المربع اللي اطحوه قد المساحه. في اختيار انه حتى اقدر انا اتحكم فيها الصوره، هلا انا بقدر احرك وين ما بدي. بس في شغله انه حتى اقدر انا اتحكم بحجم الصوره، بس كنترول تي اللي هي الترانسفير يعني او التحريك فينا نسميها، فينا نقول بال اداره الترانسفورم، فينا نقول هل هي ترانسفورم في ترانسفورم تمام، وده بالاداره في ترانسفورم. يعني انا بقدر احركها بشكل حر تمام. فبحدد انا بحط ايدي على الزاويه من احد الزوايا، فبكون ضاغط على ايدي على الالت وشيل. شايفين كيف الالت وشيل شو عم يقولي؟ طلعوا لي الصوره اكثر ما هي مطلوبه تمام. بدي ارجع في شيء، شغلتين مهمين يا جماعه. الصوره ما لازم تكون مثل ما كانت قبل شوي، يعني ما تكون هي، ما حدا يصغر مساحات تمام. شايفين هلا بعض النسخ الفوتوشوب زاوية واحدة عم يصغر، لما بدي اكبر شيفت شوفوا كيف عم تطلع الصورة هيك ما كتير ظابطة وعادات تقاليد تمام. لا انا ما بدي اياها هيك، بدي تكون الصورة خلص جاهزة. صورتك ما هي ترانسفورم تمام. بعض عنده يمكن تمام، البعض عنده يمكن انه ممكن هو عم يصغر الصورة، فهو اللي بياخذها
أوتوماتيكية كي من هون، فأخذ شيء اسمه هايبر لينك. يعني أنا أقدر أخذها تلقائيا. طيب يا جماعة، أنا 5 دقايق وبكون معكم، تمام؟ 5 دقايق وبكون معكم، بكون النت يا أما عم يقطش، بكون من عندي عم يقطش أو من النت. أنا 5 دقايق وحكون معكم، أشوف شو المشكلة. حناخد بريك بس 5 دقايق ونرجعكم، تمام؟ كنا عم نحكي يا أصدقاء عن فكرة الترانسفورم، إنه كيف نحرك الصورة وكيف جبناها من ال ممكن شغلة صورة تانية، صورة معينة ولا كتاب معين، تمام؟ هنجيب هالصورة مثلا، عرفنا كيف نتنقل بين الملفات، تمام؟ وسحبنا هاي الدراج واخذنا مثلا هاي الصورة، انا حبيت احطها هون بهذا التصميم فمنزلها. اخذنا كمان كيف ممكن نحرك الصورة هيك، تمام، بشكل رائع جدا، بحيث انه ما يكون في انزياح مثلا هيك او هيك، تمام، بدون ما نكبس ايدينا على الشفت. هلا نسخة الفوتوشوب جديدة صارت هيك لحالها، تعطينا هاي المساحة. او ممكن انا اذا حبيت صغر هيك، بكبس الشفت والالت مع بعض، شايفين كيف، تمام. زر الرجوع رجعتها مثل ما كانت، وين بنلاقي هذا الشيء؟ يعني انا حددت على الصورة، تمام، بدي اكبس كنترول تي، شيء اسمه في ترانسفورم، بنلاقيها هي بالايديت بالريم في ترانسفورم، تمام، يلي هي اختصار كنترول تي، اوكي. طيب انا حبيت هالصوره تكون بالعرض، يعني انا بعد ما احددها وعامل لها كنترول تي، ممكن غير فيها بالزوايا، تمام، ممكن اعمل لها روتيت 180 فتنقلب، او ممكن تكون هيك روتيت 90 درجه نحو اليمين ونحو اليسار هيك لحتى تزبط معنا الصور، تمام. كلمه ايديت ترانسفورم، بعد منا روتيت 19 كونتر كلوك اذر ايز وايز، يعني انا هيك حولتها كلها، تمام، رجعت الصورة مثل ما هي. في شيء صعب لهون؟ هلا اول شيء بدنا نفتح ملف جديد، حددنا المقاسات، عرفنا شو هو الكالر مود يلي احنا بدنا اياه، اذا كان ار جي بي ولا سي ام واي كي كار. هي الخطوة الأولى، بالطول ولا بالعرض تطلع لنا هاي المساحة العمل الجديدة، تمام. هاي المساحة اللي احنا عرفنا كيف نتحكم فيها، هيك هاي المساحة العمل، هاي صورة أنا بنزلها، تمام، وباخد مثلا أنا بدي حب اتنقل بين ال بين المساحات العمل التنتين أو بين الملفين، الكونترول تاب لحد هلا كل شيء تمام. بعدين بس اذا حبيت هالصورة حبك، انا فيني حبك هذا الشيء وقلب بيناتهم، حتى انا ستيل يعني انه بقدر الناتو، حبيت اني اخذ هالصورة واعملها دراك اند دروب بالتولز تبعها، هي الموف تول، الموف تول اللي هي اختصار في، تمام. فلقيت الصورة كتير كبيرة، فبعد منها اخذنا الكنترول تي وصغرناها بنضغط ايدينا على الالت بالنسخ الجديده، الت، وبالنسخ القديمه ممكن تلاقوها شيء، تمام. فنحن حتى تكون الصوره ما تكون طاجه، يعني ما تكون هيك، ما تكون حدا شكلها هيك، عرفتوا كيف؟ يعني ما حدا ينزل الصوره هيك،
هتكون صور بشكل واضح تمام. اوكي لحد هلا كل شيء تمام، خلصنا الترانسفورم. لا في شغله ممكن انا كيف بدي لاقيها، بلاقي قائمه ايديت بروح على في ترانسفورم اذا بدي احرك الصور يلي هي اختصار كنترول تي ايديت ترانسفورم. ممكن انا بدي اقلبها 180 درجه للصور تمام، بعد ما تكون انا محدده يعني ما بحدد مساحه العمل، يعني مثلا انا هيك محدد مساحه العمل كلها تمام، رحت عملت ايديت تمام وقلبت مساحه العمل كلها 180 فحتقلب لي اياها الايمج روتيشن تمام. انا بدي اقلب مساحه العمل كلها، يا ترى شو بساوي؟ بروح على قائمه ايمج، ايمج روتيشن، بعد من 19 كلوك وايز تمام. شايفين كيف قلب مساحه العمل كلها مو بس الصور؟ طيب لك انا بدي ارجع 180، شايفين كيف فليب كانفر هورزونتال قلب لي اياها على عموديا وشاقوليا نفس الشيء تمام. طيب لحد هلا كل شيء واضح صح؟ في اي مشكله؟ يعني طيب لننتقل شيء بخصوص الفوتوشوب كمان، ممكن اللي احنا حبينا نعدل باعداداته، حبينا نفوت على قائمه هدول القوائم موجوده هون، في شيء اسمه قائمه ايديت، بنروح على البريفرنسز طبعا نحن بنكون محددين ايه نشيل التحديد عن الصور، بنفوت على قائمة إيديت تمام. شيء جهازنا يشتغل بشكل أسرع، ما حشرحهم كلهم كثير شغلات المهمة فيها. طيب هاي قائمة جنرال بتساعدنا مثلا ب use legacy new doc interface، هاي الخيار حنحكي فيه مثلا عن الشاشات القديمة أو النسخ القديمة كانت تطلع لنا كيف نطلع المسحة هي اللي عملنا وقت عملنا open new file أو control n تمام. في عندنا النسخ القديمة كانت تطلع لي إياها بدل recent اسمه أو بدون النسخ أو القديمة الموجودة اللي أنا كنت فاتحها، يعني ارجع على هي الواجهة تماما، هلا بفرجيكم اياها، يعني ما برجع على هي الواجهة، ما برجع على هي الواجهة تمام، فبطلع لي الواجهة القديمة، رح نجربها ونشوفها عشان تكون ما في أي مشكلة، جنرال تمام، أوكي، مثلا use legacy new document interface تمام، نقول له أوكي. نسكر الفوتوشوب، قلنا نو، سكر هاد، سكر هيك، نرد نفتحه من أول وجديد، أوكي، هيك، بعدين نعمل كرييت نيو، شايفين كيف؟ من خلال كرييت نيو اختلفت قائمة الشاشة كلها، يعني صارت تطلع لي بالنسخ القديمة هيك هي نفسها، فطورت فقط ل النسخ الجديدة اللي شفتوها انتو قبل شوي تمام. هاي من اوكي نفس العمل المساحات القصص. طيب اوبن، طيب خلينا نكمل بالقوائم اول بعدين نمشي بالصور. هلا هون في شيء قائمة ايديت، ايديت اللي هي حنشتغل فيها بالكوبي بس، اختصارات كلها موجوده نحن بنعرفها سابقا وفي منها لا، فينا نسميها كوبي ايمج بيست بس سبيشال، انتوا هدول كثير شغلات بسيطه نحن فينا نكتشفهم لحالنا. فينا نقول فيل وستوك وكونتنت اوير فيل، يعني مثلا كان في عندي هلا رح نحكي عن ارت جديده اللي هي ريسنت ميكرو تولز اللي هي انا فينا ادوات التحديد يعني يسميون تمام. انا حبيت اخذ هاد حددت عليه وقلت له مثلا يا صديقي بفتح بالزر اليمين للماوس تطلع هذا المستطيل انا بدي اياه يكون ملون، اعطيني المساحه هي
لولي بلون معين، فبقول له هون الكونتنت كولور. تمام، احنا على اخترنا لون محبب عندي، طيب مثلا قلنا له اوكي، فاعطاني هالمساحه اللي هي لولي اياها اخضر. تمام، حتى طلعت عندي باللاير. طيب انا جيت بدي اجي احرك هذا المربع، ما عاد فيني احركه. طيب ليش؟ لانه هو اساسا مدموج مع اللاير اساسا، عرفتوا كيف؟ مدموج بنفس اللاير. طيب انا حبيت بدي اخليه لحاله. فقبل على هذا شوفوا، انا فكيت القفل عن اللاير هاي، فشو حيصير هلا؟ بنقيم هذا الجديد اول شيء، فبنعمل الموف، فشوفوا شو حيصير، اللاير تحركت. يعني حتى صار في عندي ترانسبت، يعني انه مساحة فاضية او مفرغة لهذا الموضوع. تمام، شايفين كيف؟ طيب انا ما بدي اياه هذا الشيء يصير، فشو بعمل؟ بروح لهون، فبعمل شو؟ نيو لاير. تمام، فبحدد نيو لاير. فمثلا هلا انا حبيت اعمل مربع جديد، تمام، هو نفسه حناخده مثلا هلا هون. شوفوا ادوات التحديد كيف حتطلع لكم، كون انتم تحددوا الدائره مثلا، حددنا الدائره طبعا. هلا شوفوا في نقطة مهمة، أنا كبست الشيفت، فأنا حددت إياها طريقة من المنتصف، يعني كأنه عم يعطيني إياها من المنتصف تماما، لأن ماني محدد عليها الآن، صار في مشكلة. خلينا نعمل لاير جديدة من أول وجديد. حبينا ناخد شيب هون مثلا، مربع مستطيل متوازي الأضلاع اللي انتو تشوفوه مناسب، هذا كاستم مثلا شيب انتو بترسموه. مثلا انا مختار السهم هون، وفي عدة خصائص هون هنا احنا نستغرب. في عنا سهم مثلا كمنفصل، ليش؟ لانه هو شيب اساسا، فالشيب تفرق عن الادوات السلكت تماما. شايفين كيف؟ شيب تفرق عن ادوات السلكت اللي فوق الموجودين، او ادوات التحديد. يعني مثلا انا حبيت اصنص صورة معينة هلا اللي أخذناها، مو هاي الهواتف المحمولة، حبيت قص هذا الجنب مثلا، أخذت هيك وحددت هاد مثلا اللوجو، قلت له ديليت. بس قبل ما أعمل له ديليت، في خطوة كتير مهمة لازم أعملها، لأن أنا ما يسبب لي أي مشكلة، ففك أنا القفل عن اللاير الأساسية، وبعد منه أنا بدي أخلي الصورة الأساسية ترجع لي مثل ما كانت، فبعمل كوبي عنها. شو بعمل؟ باخذها وبسحبها بزتها لعند اللاير محل ما عملنا نيو لاير. تمام، فعندي لما انا ديليت هلا هاد، شايفين كيف انا عملت ديليت؟ رجع صوتي يقطع. انا عملت ديليت، تمام، فلما عملت ديليت خلص راحت المساحة الموجودة هون. طيب انا كيف بدي لي هاد مثلا نفس هذا اللون، او نفس الخلفية تماما، او نفس الخلفية تماما اللي نحن عم نشتغل عليه. مثلا بروح هلا بعد ما حددته، انا بكون محدده خالص بكل الزر اليمين للماوس، بعمل فيل مثل ما تعلمنا. بروح هلا اذا انا بدي اخذ نفس المجال او نفس الالوان، وهو بدي اقراها كتير، او انا حبيت الخلفيه هي وبدي اخفي اللوجو تبعه، تمام، فشو بروح؟ في شيء اسمه كونتنت اوير. كونتنت اوير هلا لحالها هي بالذكاء الصنعي للفوتوشوب راح يقرا لك الالوان الموجوده حوالين هذا الشيء، في حواليها راح ياخده ويلاقيه ويطبقه عليها. خلينا نشوف، نجرب مع بعض، بجوز ياخذ الشجره. تمام، شايفين كيف؟ خفيت اللوجو ولا كانه مبين اساسا، عدلت او اي شيء. هون دي حوافات بسيط، فشو بروح بساوي؟ برممها. طيب برممها ما في مشكله، تمام، كون انا هي اخذها. شو بساوي؟ في شيء اداه اسمها ستوم، او ممكن استعمل سبوت هيلينج باشو، اللي هي ممكن انا
تاخد لي هيك، تخفي لي شو اسمه العيوب، في كبه حجمها شوي، تمام هيك تكون خفت لي اياها تماما 100%. هيك صار عنا خلفية جاهزة للاستعمار، مع اني خفيت اللوجو وراحت. تمام شايفين كيف؟ حطين الأداة الأولى، فينا نحدد سيلكشن، فينا نعمل أشكال اللي هي هيك، نعمل لها ستوك خاص مثلا، فيل نعمل لها لون معين، كولر اخترنا الأخضر. بس قبل خلينا نعمل لاير جديدة مشان نحنا نشتغل عليها، نحركها شلون ما بدنا. تمام نعمل اوكي، طلع معه هي. هلا صار فينا نحرك هي الدائرة باللاير الجديدة، شايفين كيف؟ هلا انا بدي حرك هي، صار فيني حركها بشكل طبيعي وهي اللاير. طيب انا حبيت اعدل على هذا الشيء، برجع كنترول تي مثلا، انا حبيت اعمل له واو. شايفين كيف نحن عملنا كوبي بير، عملنا رسمة بسيطة من خلال الدائرة بعد ما طرجناها ضبطنا الوضع. طيب انا حبيت اعدل عليها باللون، طيب كيف انا بدي ارجع اعدل عليها باللون؟ طيب حبيت انا خلاص عدل بس اللاير الموجودة هون، تمام، فبوح بضغط على هذا نفس الزر، تمام، بضغط مع الكنترول، شوفوا الزائد هي اللي طلعت عند السهم شيء مربع، فعمل لي سيلكتنج، فطالما عمل سيلكتنج فانا صار فيني اعمل له فيل. كيف؟ بروح على اداه السيلكت بحددها، تمام، وبرجع بعمل له فيل او ستوك معين انا حابب ضيفه، تمام. الستوك هو الخط الخارجي اللي هو حيطلع للشكل، يعني مثلا انا بدي اياه اوتسايد معناته خارج الشكل، ممكن بدي اياه 5 بكسل مثلا، تمام. انا حابب اعمله بسبيس ترانسبي، لا ما في داعي، تمام، اعمل له اياه هيك، رسم لي ستوك فقط، شايفين كيف؟ هي الستوك. طيب انا حبيت اعمل له، نرجع نكبس كنترول بنحدده واعمل الستوك تبعه داخلي، تمام، واعمل له اياه شكل، شايفين كيف؟ هذا الداخلي وهذا الخارجي، تمام. ممكن أطبق على هاي اللاير كنترول، تمام. كيف نسخت اللاير هاي؟ في اختصار تاني، بدل ما ناخد اللاير نفسها هاي ونزدها لعند هون، أو كنترول سي أو كنترول في، ممكن نستعمل كنترول الت و جي، كنترول الت و جي نسخت اللاير الجديدة. طيب انا حبيت اعدل عليها، بحدد عليه وحدد على سلكشن، بعمله فيل مثلا لون تاني احمر، احمر او اصفر، تفق، تمام. نحن عم نجرب، تمام، اها شو عمل لي هون، اوكي، شايفين شو عمل لي يا جماعة؟ هو اخذ لي نسخة عن، اخذ لي نسخة عنه، تمام. شو كيف؟ لا في لاير تحت منه، عفوا انا اسف، في لاير تحت منه. الفكرة انه هون انه انا كانت الطبقة هي فوق منه، فلما عملت الانزلاق صارت هون، تمام، انا اسف، بعد ما حددت، تمام. بس انا بدي قيمة تحديد، لانه انا هلا هون كل شغلي على الفعل، ف بدي اشيل التحديد عنه، فيني ارجع احدد السلكشن واحددها باي مساحة هون او هون، او فيني اكبس اختصار بسيط وسريع اللي هو كنترول دي، تمام، اختفى الاختصار. طيب اي سؤال هون يا جماعة عن اللايرز؟ شغلة حلوة هنتعلمها كمان لليوم، اللي هي مثلا اذا حبيت اخذ هذا الشيء مثلا، خلت حبيت اعمل هالصورة مثلا، بدي طلع هذا الشيء
اللي هو موجود تحت، تمام، فوق منها شو اسمه الجزء الفوقاني من الكب. شوفوا كيف يعني، انا الصورة تقريبا موجودة لهون تقريبا، بس بدي اياه يبين هذا الجزء. انا عم بعمل له ماسك او قناع، تمام. فبروح انا شو بعمل، حدد على هاي اللاير شيء اسمه هوم ماسك، شايفين هذا الزر، او من قائمة سيلكت ماسك، تمام، اد لاير ماسك، بطلعت لي هاي القائمة او هاي هذا المربع. طيب شوفوا كتير شغلة مهمة هون عنا بقائمة الأدوات، هون في شيء عنا أبيض وأسود، فأنا لما بدي آخذ هلا حتى أقدر أعمل ماسك لهذا الموضوع، فبدي آخذ براش أو شيء أو محاي، بس أنا بفضل البراش، تمام، نحدده اختصار بي للبراشته تكون محددة على الأسود. فبنروح بنحذف هاد الشيء اللي هو الجزء الثاني مثلا، حبينا نكبل البراش أكثر، تمام، وهيك كأنه عم نعمل له ماسك فايتم متداخلة مع بعض. هلا هيك الخلفية هون ما طلعت لأنه هي صورة وخلفيتها ما هي شيء، فخليني اطلع هالصورة مشان يكون كل شيء واضح. شايفين كيف؟ لهون أنا كأني عملت ماسك لإلها. شوفوا كيف طلع هون المساحة السوداء، كل شيء مساحة سوداء، تمام، حذفتها ما بدي إياها من الصورة أنا هي، تمام، وكل شيء مساحة بيضاء هي اللي بدي إياها. هيك حتى يكمل معنا الشكل. طب هاي الماسك بتساعدنا كتير بقصص كتير، مثلا انا حبيت اخذ مثلا هذا الشيء، تمام، وبدي اياه يطلع على الكتاب بقلب هذا التصميم تماما، او هاي الصورة كلها تطلع بقلب هذا التصميم. يعني مثلا هاخذ هذا الشيء لحاله، راح احطه باللاير الفاضية مشان ما اعذب، نحذف هدول، نحذفهم كلهم، تمام، خلي لا بس بيضه هون، اوكي ما في مشكلة، خليها ترانسفير. حبيت اخذ هالصور مثلا، نخفي هدول، اخذت الصورة حطيته هون، شايفين كيف؟ بدي اياها تطلع بقلب الشكل تماما. شو بعمل؟ بروح بعمل حدد عند اللاير، بكون حاطط عند ايدي عند اللاير هي، وبكون حاطط الشيب تحت منها مو فوق، تمام، فباخذ اللاير هي، بروح شيء اسمه كرييت كليبن ماسك، شايفين كيف؟ طلعت على قد الصورة، يعني انا شايفين الشيب صار ياخذ تاخذ الصورة هي كلها على قد مساحة الشيب هي الموجودة هون، تمام. هي بنستعملها اكثر شيء بالصور الشخصيه، حابين نحن نضيف باك جراوند معينه، حطينا صوره حطيناها على قلب الشيء معين، ممكن نحط هذا الشيء بيكون في عندنا هاي الصور بنشتغل عليها. في اي شيء لهون مو واضح يا جماعه؟ في اي شيء مو واضح؟ كل شيء تمام لهون؟ كل شيء تمام لهون؟ أنا إن شاء الله يكونوا معي، تمام، الصوت اليوم واضح. طيب بنكمل، طيب أنا شوي حنكمل شوي، تمام، ونكمل بالدروس القادمة مشان ما نعطلكم أو نأخر عن أي شيء. طيب يوم حكينا عن الـ selection tool، هدول في selection tool تانية كتير حلوة كتير حلوين، لأنه هن في من الليزر tool اللي هي تعطيني مساحة حرة بالتحديد كأني عم برسمها رسم، شايفين كيف؟ فحددت لي، وممكن أحذف أضيف وإلى آخره، أو
في شيء اسمه لما بدي احط ايدي على لزته او هي الاداه بكبس بزاويه اليمين بيطلع لي شيء اسمه بوليجون وول ليزر تول، كمان نفس الشيء هي اداه تحديد ولكن بتكون مستقيمه، تعطيني اشياء مستقيمه تماما يعني زواياها حاده تمام، ما يتحكم فيها بشكل حاد تمام. هي هيك هيك بدنا هيك رسمنا الشكل مثلا. راح نحكي عن الماجنتيك، من ماجنتيك شوفوا كيف حتعطيني، حتكمل لحالة بالتفصيل هذا او بالتحديد. فلما نزلت انا حددت لي هذا الجانب حتى لو كانت راحت ايدي لتحت، لانه هذا البكسل واضح كتير، يعني هاي الاشياء واضحة كتير ما فيها اي مشكلة، يعني ما بتكون مغرسة او اي شيء تمام. هاي بنجي هيك وبنحذفها تمام، شايفين في الحدود صح، حددتها بشكل صحيح تمام، وانتم بتظبطوها وبتقدروا تجاوبوها عنكم تمام. شي أداة سيلكشن تول رح نحكي عليها اللي هي ماجيك واند تول. مثلا أنا لو حبيت طبعا خلينا ناخد صورة جديدة أحسن تمام. هذا الموقع يا أصدقاء هو موقع ريفرنسز للصور، فينا نستعمله فينا نستخدمه. هذا الموقع مكتبة كبيرة كتير بالصور بدقتها العالية جدا اسمه أنسي بلاش. في مواقع تانية كتير حلوة كمان ممكن تستخدموها كريفرنسز للصور، وأهمها جوجل. جوجل فيكم أنتوا تستعملوا فيه الصور كيف من خلال جوجل أو image.google.com. فينا نشوفه هلأ، أخذنا الصورة هاي حطيناها مثلا هون عملنا لها لا جديد. شوفوا عندي الماجيك تو مثلا بدي احدد بس هذا البياض، فهي بتاخذ لي هذا البياض كله، حددت لي اياها بطريقه ذكيه شايفين كيف. عندي التولرنس اللي هي دقه اللهم صل على النبي، التولرنس اللي هي دقه الصور او الدقه اللي درجة عفوا ممكن تكون هي درجة لونية، يعني أنا شايف هذا اللون بدرجة لونية واحدة شايفين كيف، أخذت كل شيء متاح بهذا الشيء. فهي غالبا بتكون 32% أو 32% من اللون تمام. طيب هاي درجة واحدة شو كيف حددت إياها تمام. طيب أنا حددت بس هيك، حددت كبسة فقط على هذا البياض تمام. طيب بدي احدد هذا الجانب معه البياض، فبروح بحط ايدي على الشيفت، شوفوا الزائد اشارة الزائد اللي طلعت راح تحدد لي هي معي تمام. كل شيء هون مساحات هي قاطعة حتحددها، او اذا ما بدي هي المساحة وتبقى بس هي، فبكبس على الار بتطلع عندي اشارة الناقص مثل ما شايفين، راح هذا التحديد وبقي عندي هاد تمام. شوفوا عندي هذا التحديد مثلا، انا حددت هذا كله تحديد، وفيني اعمل شغلة كتير حلوة اللي هي انا ممكن مع هذا التحديد اخذ الليزر تول واقول لهم خلي دولي، انا ما بدي اياهم يروحوا عشان تطلع، انا بس بدي قصة الخلفية الباك جراوند تبع الصورة. بروح بكبس الت وسيف، شايفين كيف قلت، وبحدد على الشغلات اللي انا بدي اياها تطلع تمام، واللي بدي اياه بحسبه اللي هي دقة واقعة تمام. شايفين كي انتوا بقى هون بدها دقة بتاع الصور. كل الادوات السلكشن تول هون، لانه انا اساسا قافل على الصور، شايفين كيف محددة على هذا التحديد، وطلع عندك اللون الأصفر هون لأنه محددينه أساسا تمام. فبنروح نحن من هيك
نعمل هيك تمام، عملنا تحديد منه لهدول الصور. طيب انا بدي اعمل لها ديليت، او فيني اغير لون الخلفيه فقط، ضف لها كولر. شوفوا كيف طلعت معي باللون الاصفر، ممكن انا اغير اعدل فيه. هون تحريك ما فيني لحتى انا شيل القفل من الصور تمام. طيب في اي مش هون يا جماعه، هلا اليوم حكينا على الموفينج تول سلكشن، الادوات اللي حكينا فيهم، وعرفنا كيف نتعامل مع اللايرز اكثر شيء تمام، وعرفنا الطبقات، عرفنا شوية خصائص البرنامج ممكن نستعملها تمام. لا عفوا، لسه البريفرنسز هلا بنحكي عنها. البريفرنسز رح نحكي عن الجنرال تمام، مثل ما حكينا انه هون لوز ليتنسي نيو دوكيمنت انترفيس، هي حكينا عليها. في شيء هون بالانترفيس، الواجهه التطبيقيه اللي محطوط هون، ممكن انا اعدل الواجهه هي لرمادي او ابيض او اسود على حسب انا كيف بحب صنفها وبرتبها تمام. ممكن مثل العمل التولز المعينه اللي موجوده هون، مثلا ميتد زوم، مثلا بالانيميت زوم يلي كنا نحن عم نعمل هالحركه لما بدنا نعمل هيك، فبتتحرك عندي كانيميتد تمام. انا اعمل انيميتد لهذا الشيء، شايفين كيف؟ فبقيمه عشان تسرع لي من اداء الجهاز، ما تسبب لي مشاكل تمام. اللهم صل على النبي. بقيم انيميتد زوم، هيستوري لوج اللي هو الشغل اللي احنا اشتغلناه باللوج تمام، وفايل هاندلنج اللي هي انا مثلا حبيت احفظ مراجع صور معينه فبخليها اولويز سيف تمام، او وبشيل مثلا اذا حبيت انا مثلا هذا الملف، انا والله بتنقطع عندي الكهرباء وصار معي مشكله تمام، فبخلي الفوتوشوب يسيب لي كل 10 دقائق مثلا تمام، او انا بقدر احطها 15 دقيقه 30 دقيقه، واللي ما بيفضل تم تسيب مشان الجهاز ما كل شوي ياخذ من الرامي او من المعالج تمام، فبشيله ما في اي مشكله. اكسبورت اعدادات الاكسبورت، انا كيف بدي احول الصوره ل ان جي اللي هي خلفيتها بتكون شفافه. البرفورمانس هي اهم اداه الموجوده هون، عم تقول لي انه انا عندي رامات الموجوده هون هي 16، فانا مستعمل فيها 10، يعني اخذ منها 70% من الرامات. طيب 30% وين راحوا؟ هدول باقي البرامج شغاله اللابتوب تمام. وما بحط بشكل كامل حتى ما الفوتوشوب يسحب لي كل شيء ويبطئ لي البرنامج الموجودة هون، فخليها 70%. هون مساحة القرص الموجودة عندي، انه في عندي قرصين هون، هو السي والدي، والكون البرش هي اللون البرش هذا اللي حكينا عليه، نوع البرش الالوان ممكن احدد باي لون مثلا معين تمام. ترانسبي مثلا الخلفيه هون ما بدي اياها تطلع كشكل مثلا لارج، مثلا هاي بجيكم البكسل تبعه كيف، مثلا هاي خلينا ناخذ هاي، ناخذ هاي، شوفوا اللارج البكسل تبعه كيف طلعوا. لحتى اوصل لهالنافذه بدون ما اروح على الايديت وكذا، في اختصار اسمه كنترول كي تمام. شوفوا كيف هلا هاي اللارج، انا سمول صارت صغرت عندي هون، فينا نسميها البكسل تبعيهم او ما بدي اخليها تكون، بس يفضل تكون موجوده، خليها ميديوم. فينا العب بالوانها تمام على حسب انا شو بيهمني تمام. يونت الروز والرولرز وهي، طيب انا كيف هي مطالع الماستر او
القياسات اللي موجودة هون. مثلا حبيت أعمل قياس ما تكون طالعة لا انزياح ولا أي شيء، بقدر أعدل بأمانه، وهون عندي إبوز بالإنش وليس بالسنتيمترز، فيني أنا أعدل عليها، تمام؟ فيني أنا أعدل عليها. خلينا نشوف شو صار. هلا نستعمل مثلا حبيت أنا أعدل على اللون هذا الخط الروز، تمام؟ روح على كنترول كي وبرجع له، بروح على اليونت تولز وبحط الرولرز مو بالانش او بالمليمترز تبع اي شيء، تمام؟ برنت ريزولوشن هي دقة الطباعة اللي احنا حكينا عليها، لازم تكون دقتها كتير عالية، والسكرين ريزولوشن اللي هي 72 بالدقة الجيدة، تمام؟ أو لو المصممين الويب بيشتغلوا عليها. طيب الكولوم بوينتس الجولت ما في مشكلة عليهم. هيك بعتقد الجايد، شوف الجايد كيف. أنا ممكن أعدل على ألوانه، ساين مثلا حبيت أحط الأسود، شايفين هون أخضر أصفر أحمر وإلى آخره من الإعدادات الموجودة هون، تمام؟ أنتم فيكم تكتشفوها وتشوفوا الشيء المناسب. هون بلوجنز نحن ما عندنا شغل كتير عليه. هون بقى مثلا انا بكون في عندي مشكلة بالكتابة بالعربي، تمام؟ كتبت هون او طلعت الكلمات مفشكلة او معكوسة، بروح على الايديت بريفرنسز، تمام؟ بروح على التايب دغري، في شيء اسمه حتى السيستم والبرنامج هاد لازم يكون منصب كنسخة مدعمة باللغة العربية عشان تطلع عندي ميسن اند ساوث ايجيا، تمام؟ ما بتكون بس ايست ايجيا، فبتكون ميدل ايسترن اند ساوث ايجيا، وبختاره وبتكتب البرنامج وبفتحه عشان تفعل عندي هاي الخاصية. هون عم يقول لي انه number of recent phones to display، هون عم يقول لي انه اخر 10 خطوط انت استعملتهم، عرض لي اياهم كاول شيء. اداه الخطوط يعني حنحكي فيهم لقدام ان شاء الله مع تعديل الصور، كيف ممكن نضيف كتابه على الصور واخيرا. مثلا هون 10 خطوط انا مستعملهم قبل، تمام؟ هون اول شيء بيعرض لي 10 الخطوط وفقط لا غير. هون على اداه ال 3D، اداه ال 3D لازم يكون في عندي كرت شاشه قوي حتى يقدر يتحمل الجهاز اعدادات ال 3D، كيف بدي ممكن اصمم تصميم ال 3D عليه. فهون هو اخذ لي كل مساحة الرامات تقريبا نص الرامات، واخذ 8 جيجا، تمام؟ في شيء عندك تكنولوجي بيفيوز ما في اي مشكلة عليها ولا مسكتي، تمام؟ طيب انا مثلا في عندي هدول القوائم مو مظهرين عندي، او هالقوائم مو طالع. طب انا كيف بدي اروح طالعه؟ فبروح على ويندوز، تمام؟ فبروح في شيء اسمه لايرز، تمام؟ هي خفيت انا هلا اذا ما عطل كانت عندي موجوده، بدي اطالع قائمه لاير، قائمه الالوان الكالرز مثلا، قائمه 3D والى اخره من القوائم يلي انا مستعملها وخصائصها.